عبر الهاتف ينضم لنا من الرياض مباشرة الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحة اليمني ووزير الإعلام السابق. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. رئيس اليمني صرح بشكل مباشر بأن التدخل الإيراني يدمر اليمن وأن إيران السبب في اندلاع الحرب. من هذه المعطيات لو توجز لنا، كيف تحاول إيران تدمير اليمن؟ شكرا أخي، وسعيد أكون مع قناة دبي مرة أخرى. شكرا الرئيس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ومن على منصة الأمم المتحدة التي كان قد ألقى خطابا فيها في عام 2012 قبل 4 سنوات، وحذر من المخطط الإيراني الذي كانت مظاهره قد اتضحت لديه ولدى اليمنيين، من توجهها لاستهداف اليمن وإسقاط اليمن، وما ظهر ذلك بعد من خلال العامين الماضيين من توجهات خطيرة جدا لإرهاق وإيجاد حالة من عدم الاستقرار والمواجهات الإقليمية التي استهدفت اليمن. هذا ما كان يشير إليه الرئيس عبد الرب منصور هادي، ونحن ندرك بأنه إيران تلعب دورا الآن يهدد السلام والاستقرار الدوليين بمحاولتها التدخل في اليمن، ومحاولة إيجاد يعني مد ذراعها إلى مدخل البحر الأحمر وأيضا باب المندب للتأثير على مسار الأحداث والتوجهات بشكل عام في منطقة هي منذ فترة طويلة أسست في أخذها تحاول أن تزعزع استقرارها. طيب دكتور، الميليشيات الحوثية وبدعم إيران تعرقل أي حل سياسي، تعرقل أي تقدم في سبيل أي حل في اليمن. بالمقابل الحكومة الشرعية تقدم كل الجهود وكل المحاولات لإيجاد هذا الحل. في ظل كل هذا وكل هذه المعطيات، ما السبيل الآن إلى حل في اليمن؟ أختي، نحن كحكومة طول الفترة الماضية وعلى مدى أكثر من عام الآن وحوالي نصف منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2016، أثبتنا للعالم رغبتنا الكاملة بالسلام وحفظ الأمن، وذهبنا إلى كل اللقاءات والمشاورات التي كانت تستهدف استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتجنيب اليمن الكثير من شرور هذا التدخل. للأسف إيران ظلت قعبت في المنطقة، وتأثيرها واضح على وسط الإنقلابيين الذي ظل يعني يستلم توجيهات من السفير الإيراني في الكويت حتى واضح لعطلة كل الإمكانية لتنفيذ القرار الدولي 2016. ومن هذا المنطلق واضح بأنه الخيار أمامنا أصبح ضيقا، ولم يعد هناك مناط غير لفرض تنفيذ القرار بالقوه، كما تقول العرب مجبرا اخاك لا بطل. اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحه اليمني ووزير الاعلام السابق، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من الرياض. شكرا لك.